أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الدولة المصرية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة على نحو يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، حيث أشار إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى إصدار استراتيجية السياسات الضريبية 2030 قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، بما يجعل المستثمرين أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.